إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد على قناة الاتصالات. إذا كنت تشاهد قناتي لأول مرة لا تنسى الاشتراك معي على القناة والضغط على سبسكرايب ودعم الفيديو بلايك. نبدأ على بركة الله. كما أنا مغربي عندي غير على بلادي وعلى الفروق المغربية، وخا المجال ديالي ما تسمحش لي باش نهضر على هذا الشيء، أنا اختصاص ديالي هو التليفونات، ولكن حنا كاملين تنتفرجوا في كرة القدم وشفنا هذيك المهزلة اللي وقعت في تونس ما بين فريق الوداد البيضاوي وفريق الترجي، وحتى شي واحد ما سكت على هذيك المهزلة. وكيف ما كتشاهدوا راه الوداد راه ترفع دعوة على المباراة ودار تريزيرف، ولكن باقين كيساينوا على هاد المهزلة الكبيرة اللي كانت وقعت في التيران والبيت اللي هو محسوب، وقالوا راه اورجو وما بغينا نرجعوا للفار، ما بغاوش يخدموا الفار، قال لك ساكت سيادي. مهم، والفيفا قالت لك تعقد، ماشي الفيفا عفوا، الاتحاد الافريقي قال لك يعقدوا واحد اجتماع نهار الثلاث اللي ما نعرفش شنو يدرسوا فيه. وحنا كنشوفوا بينا راه بينا الموقع الرسمي ديال لاكاف اعلن على فريق الترجي بطل ديال 2019، وكما كتشوفوا هنايا راه هنؤوهم، وما عرفتش علاش الموقع حط هاد التصاور هادو ديال احمد مع الرئيس ديال الجامعه التونسيه، ما عرفتش، ولكن وقيل بحال بغاو يستفزوا المغاربه ولا ما نعرف. انت هنايا جابوا عاوتاني لهاد التصويره وعطاوه التوني ديالهم مكتوب فيها احمد، ما فهمتش واش بغاو يستفزوا المغاربه ولا ما نعرف. مهم، كما كتشاهدوا معنا راه هما صافي حطوا النتيجه على الموقع الرسمي ديالهم. هذه هي الحاجه الوحيده اللي كنت بغيت نساين. والغريب في الامر كما كتشاهدوا هنايا دايرين 31 في الشهر، والمباراه كما شاهد العالم كامل سالات حتى الواحد في الشهر، شهر 6 ما سالاتش في 31 في الشهر، وهذا هو علاش الرئيس ديال الوداد السي الناصيري احتج بزاف ودار ريزيرف على هذا المشكل هذا. وكما كتشاهدوا في المباراه الاولى هما دايرين 1-1، وفي المباراه الثانيه هما دايرين ترجي 1 والوداد البيضاوي 0، واخا حنا راه ماركينا البيت وما بغاوش يحسبوه، ما عليناش. من هذا الشيء كامل بغيت نجي ونقول لك، نقول لهذاك الرئيس ديال ترجي بانك انت اكبر حمار في العالم، حيت اول حاجه رئيس ديال، ما عمري ما شتي رئيس ديال شي فرقه كيخرج بهذوك بهذيك الهضره وكيبقى يدير بحال هذوك التصرفات والعالم كامل كيشوفو. بالعكس راه خصك تكون مؤدب وتهضر مزيان وتحاول باش تهدئ اللعابه ديالك، تحاول تلقى شي حل لهذاك المشكل اللي كان وقع وسط الملعب، واخا نتوما اللي دايرين هذاك الحل، هذاك المشكل كان خصكم ضروري تلقاو له مشكل. ما عليناش، الا جيتو تواجهوا المغاربه، المغاربه راه واعرين عليكم بزاف اخوتي التونسيين، سيروا دخلوا سوق ريوسكم، حنا راه صعاب عليكم. وجيت نرد على تال هذاك الكابيتان ديال الترجي اللي قال على الكابيتان ديال الوداد نصير بانه هو ما قاريش وما فهمش اللغه الفرنسيه، وحكا جار جا لاربيط وقال لنا راه ما كاينش الفار، راه تلعبوا بلا فار. ودابا دابا السي الكابيتان ما نعرف سميت لدين امك شنو كاع، ما عليناش، اللي كنعرف هو انا هو انت هو الكابيتان ديال الترجي. جيتي وقلتي بان الحكم استدعاكم وقال لكم بان راه ما كاينش الفار، وكيفاش بغيتي هذاك الكابيتان يقبل بان في بلاده تلعب الفار وتظلم وتحيد له بيت في بلاده وتحيد له ضربه الجزاء، ومن تجي لبلادك انت وتقول له حكا راه اليوم ما لعبوش بلا فار وهيقبل لك؟ واش انت ضختي ولا مالك؟ وجيتي وتقول لهم حكا راه ماشي هي هذيك البروفيسيونيل صديقي، راه ماشي هي هذيك الاحترافيه. واش عمرك سمعتي سيرخيو راموس عاير ميسي، ولا ميسي عاير سيرخيو راموس، ولا رولاندو؟ راه بالعكس، من تيطلعوا شي ندوه صحفيه تيقول حنا لعبنا مباراه القدم ودازت وصافي، وما تيعايرش كاع شي، راه واحد النهار تقدر انت تولي زميل ديال هذاك اللاعب، تولي لعاب انت في الوداد، ولا النصير يمشي للترجي، ولا تلاقاو في شي فرقه، ولكن حيت انت واقيلا حمار وما عندكش احترافيه ديال كره القدم جيتي وخرجتي بهذيك الهضره. المهم اللي بغيت نقول لكم اخوتي المغاربه بان ما تساينوش شي امل جديد، وراه تعاود المقابله وحكا وبقاو كذبوا علينا، راه ما كاين من هذا الشيء كامل. ما نعرف ربما حق الوداد يردوه له في شي ماتش خور، ولا يقولوا لهم حق نعطيوكم اللقب المره الجايه ولا شي حاجه كما كان وقع للمنتخب الوطني في 2006، يقدر يوقع دابا مع الوداد باش نقولوا راه حكا يعاودوا المقابله ويرجعوا لنا لاكوب ولا شي حاجه. نساو حيت كما كتشاهدوا هو الموقع الرسمي ديال لاكاف راه صافي خرج بهذا
بهذا تهاني الفريق الترجي، وهانتوما كما كتشاهدوا هو داير الصوره ديال فريق الترجي تيحتفل بلاكوب. اذا صافي بلا ما نبقاو نصدعوا ريوسنا، وزادوا كملوها وجملوها انتوما كما كتشاهدوا دايرين هنا التصاور. ما بغيتش نخدم لي فيديو على حساب الحقوق ديال النشر والطبع اللي كتمنعنا يوتيوب منها. مهم خوتي الى عجبكم لا فيديو ما تنساوش تبارطاجيوه ودعموه بلايك، ولا كنتو تشاهدوا القناه ديالي لاول مره سبسكرايب من فضلكم، هذا فضل وليس امر. يلا خوتي ديما مغاربه وديما وداد، واخا انا ماشي ودادي ولكن عندي غيره على البلاد. يلا السلام عليكم.